السلام عليكم. يتم حاليا عملية وضع الألواح الإشعارية الإلكترونية بملعب براقي، إذا وكذلك تركيب الأعمدة تاع المرمى تاع شبكة المرمى تاع الحراس في الملعب كما يظهر في الصور هذه. وهذه العملية بدأت البارح، لكن الوقت يطلب مني الوقت باش نركب صور وندير الفيديو، اذا ما كانش الوقت ان شاء الله اليوم. وكذلك في نفس الوقت يتم تركيب الالواح الاشاريه بملعب هاتفي ميلود بوهران، وسوف نشاهد فيديو فيما يخص هذا العمليه. اترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.